السلام عليكم. في الفيديوهات السابقة تحدثت عن علامات نزول الجنين إلى الحوض، وتحدثت كذلك عن كيفية رفعه في حالة نزوله في وقت مبكر من الحمل. واليوم سوف أتحدث عن الأسباب التي تجعل الجنين ينزل إلى أسفل الحوض، حيث أن هذه الأسباب تختلف من حالة إلى أخرى وكذلك من حمل لآخر. الأسباب التي تؤدي إلى نزول الجنين في الحوض عند الحامل هي كالتالي: أولاً، في حالة الإصابة بتمدد عضلات الرحم نتيجة للتعرض المستمر للمياه الساخنة أو الجماع العنيف، يمكنه أن يؤدي إلى نزول الجنين في الحوض في وقت مبكر من الحمل وفي أي شهر من أشهر الحمل المتبقية. ثانياً، في حالة حمل الأشياء الثقيلة أثناء الحمل يمكن أن ينزل رأس الجنين للأسفل، وذلك لأن المرأة تكون في عدم بنيتها الجسمانية التي تؤهلها للقيام بالأعمال الشاقة. ثالثاً، في حالة ضعف بنية الظهر عند المرأة وكذلك عند الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. رابعاً، في حالة الإصابة بالتهابات في عنق الرحم، وأيضاً في حالة الإصابة بتقلصات في عنق الرحم، الشيء الذي يسبب في نزول الجنين إلى أسفل الحوض في وقت مبكر من الحمل. إلى اللقاء.